عالم المال مليان أسرار وتفاصيل، حواليه بتدور كل الحكايات والسياسات، وبسببه بتقوم حروب وثورات، جوع ورفاهية، فقير وغني، كوارث ومصالح وبزنس ملوش أول من آخر. في نوعين من المال، الأول شرعي والنوع الثاني بيتحرك في شبكات وحسابات مصرفية سرية وبيشتغل في الضلمة، واسمه المال القذر أو الأسود. المال ده بيكون حصيلة أعمال غير مشروعة ومصادره كلها مشبوهة، وتجارة وأنشطة مخيفة بتقف وراها جهات ومنظمات للجريمة في عالم بيزنس الممنوعات والسلاح وتجارة الأعضاء وغسيل الأموال والسوق السوداء. كلها شبكات من الجحيم وحصيلة بتريليونات بتدور في كل دول العالم باسم الاقتصاد السري والممنوع. النهاردة بنكير هيكشف الستار عن اخطبوط المال السري في مصر، وكانت وراء كل المصايب اللي بتعيشها البلد. خليكم معنا للآخر. بنكير، نبض البنوك. من واقع السوق لخط سر المال الحرام في مصر، فلوس تجارة الممنوع بكل أشكالها منفذة على فلوس السوق السوداء للدولار، والاثنين منفذين على فلوس غسيل الأموال، علشان في النهاية تبقى شرعية وتقدر تدخل في مشروعات بعيدة عن عيون قانون الكسب غير المشروع. ومن أين لك هذا؟ وعلشان نفهم القصة بدأت إزاي، هنرجع للخمسينات واللي فيها بدأت قصة المال السري في مصر. تاريخياً عرفت مصر أزمات نقص الدولار في أكتر من مرحلة، أولها كان في سنة 1947 بعد خروجها من منطقة الإسترليني، والأزمة الثانية كانت بعد العدوان الثلاثي على مصر سنة 1956 وتجميد أرصدة العملات الأجنبية لمصر في الخارج، والحاجة لتمويل برنامجها الصناعي والزراعي. وفي سنة 1962 رجعت ظهرت أزمة الدولار بعد استنزاف احتياطي عملات مصر بدفع تعويضات التأميم وتعويضات لحكومة السودان بسبب إنشاء السد العالي، والحاجة لتمويل الخطة الخمسية الأولى. لكن التحول الكلي في السوق السوداء للعملة ظهر سنة 1967، واللي عاشت مصر بعدها أسوأ أيام حياتها أطلق عليها المصريين النكسة. وزي السنة دي ما كانت تاريخ الهزيمة، كانت البدايات الأولى لظهور السوق السوداء الحقيقية للدولار. فيها عرفت مصر أول أزمات طاحنة في نقص العملات الأجنبية، وفرقت عن اللي قبلها إنها استمرت فترة طويلة. كان سببها توقف النشاط الاقتصادي وتركيز الدولة على المجهود الحربي، واللي دفع الحكومة وقتها إنها تستورد بدون تحويل عملة من البنوك، وده لتخفيف الضغط على النقد الأجنبي المحدود، وده خلق السوق السوداء للدولار لتلبية احتياجات الواردات والاستيراد. ومن يومها عرفت مصر السوق السوداء، واللي بقت واقع مستمر وبتزيد مع كل أزمة اقتصادية، وعرف التجار إزاي يتاجروا في العملة ويكسبوا من فرق السعر. لحد هنا كانت السوق السوداء للدولار رهن بنتائج حرب 67، واللي بعدها استمرت لحد حرب أكتوبر، وبعدها اعتمد الرئيس السادات سياسة الانفتاح. وهنا كانت نقطة تحول في المال السري، لأنها مرحلة طفت فيها كل الفئات الجديدة من التجار ورجال الأعمال على المشهد الاقتصادي، ومع السياسة الجديدة واللي فتحت شرايين لأول مرة في الاقتصاد وازدهار ثقافة الاستيراد، ومع الانتقال المفاجئ من الاشتراكية للرأسمالية، تحول أصحاب رؤوس المال الصغيرة لأثرياء الطبقة الجدد، وغيرت كتير من المحلات التجارية نشاطها. ظهرت بمصر مراكز التسوق الخاصة والعديد من الأنشطة الاقتصادية اللي كان بيحظرها النظام الاشتراكي، ومع انتعاش الاستيراد زاد الطلب على الدولار، والسوق السوداء رجعت انتشر التاني، وده موثق من أفلام السبعينات واللي ظهر فيها لأول مرة تجار العملة بشكل لافت. بعد شهور من سياسة الانفتاح انتعشت السوق السوداء للدولار بمورد جديد من الفلوس مجهولة المصدر، وهي تجارة الممنوعات بكل ألوانها، وتضخمت ثروات تجار بعينهم، ولأن الفلوس مصدرها مشبوه بعدت عن البنوك.
وحسب حنان جرجس مديرة مركز العمليات ببصيرة، حجم تجارة المخدرات لوحدها في التجارة غير المشروعة في مصر وصل ل 400 مليار جنيه أو 45 مليار دولار بأسعار 2015، وده كان بيوازي نص ميزانية مصر في نفس السنة. طيب الفلوس اللي في السوق السوداء بكل مصادرها، سواء من تجارة العملة أو الأنشطة الممنوعة، إيه مصيرها؟ شوف حضرتك، دي حلقة في دايرة كبيرة أو دورة عمل الفلوس المشبوهة واللي بتخرج من السوق السوداء على مرحلة الغسيل، ومن هنا جه مصطلح غسل الأموال. ومعناها الفلوس اللي مصدرها مشبوه بتدخل ضمن أنشطة اقتصادية مشروعة، يعني تدخل في مشروعات إسكان، شراء عقارات، إعادة بيعها علشان يبقى عنده أكتر من عقد للملكية أو استصلاح الأراضي وشراء العزب والأطيان أو كتابة جزء منها لأفراد العيلة، أو ممكن كمان إنشاء شركات بالمشاركة مع أطراف تانية فلوسها مشروعة. وبعدها بتدخل جزء من حصيلة المال الحرام واللي عدى مرحلة الغسل للبنوك، لأن ورقها ومستنداتها ومصدرها بقى مشروع وشريف من وجهة نظر القانون. وبالأرقام وصلت حجم تجارة غسيل الأموال من 3 ل 4 تريليون دولار حول العالم حسب تقارير صندوق النقد الدولي، واللي قدرت قيمة الأموال التي تغسل في سنة واحدة ب 1.5 تريليون دولار سنويا حول العالم. قال التقرير الدولي إن حجم تجارة المخدرات لوحده وصل 688 مليار دولار في السنة. وقال التقرير، وده اللي يهمنا، إن عمليات غسل الأموال في منطقة الشرق الأوسط واللي منها مصر على مدار العشر سنين واللي عدت ووصلت 500 مليار دولار. ومع انتعاش تجارة العملة في أواخر السبعينات مع سياسة الانفتاح الاقتصادي، ظهر نوع جديد من الشركات واللي بقت زي حضانة إضافية وشرعية للمال السري، وهي شركات توظيف الأموال واللي بقت موضة وحديث مصر كلها. ومين ينسى الريان والسعيد والتقوى وغيرها من الشركات واللي وصل عددها 60 شركة لمت فلوس البلد كلها واللي كانت شغلتها زي مستريحين اليومين دول، وبقت تاخد فلوس من الناس وتديهم فايدة ضخمة أضعاف اللي بتديها البنوك. وقدام شهوة المكسب، شركات التوظيف بقت قبلة للتجارة المشبوهة وفلوسهم، لأن الشركات ما كانتش بتسأل على مصدر الفلوس. ودي كانت الانتعاشة الكبيرة للمال الحرام، وعرفت مصر المليارات مع شركات الريان وغيرها، لحد ما وقع خلاف في نهاية الثمانينات بين شركات توظيف الأموال. والدولة لما اكتشفت السلطات ضياع أموال المودعين ومعاها الفلوس المشبوهة وتحويلها للخارج بغرض المضاربة في البورصات العالمية، وراح أكتر من مليار جنيه بأسعار الوقت ده. وبعدها الدولة أصدرت قانون غسل الأموال سنة 1988، عدلته في 2002، وحظرت الأنشطة المشبوهة وقفلت ملف شركات التوظيف، واللي قفلها هيدخلنا في مرحلة جديدة في دورة حياة الفلوس المشبوهة، وهي مرحلة المال السياسي وتمويل الأنشطة الإرهابية. في الوقت اللي كانت السوق السوداء للدولار والعملات الأجنبية بتتشكل ومصر بتتغير في سلوكها المالي والاقتصادي مع أحداث السبعينات، كان في جماعة وكيان شغال على نفسه اقتصاديا بشكل موازي للسوق السوداء، وهي جماعة الإخوان المسلمين، واللي كانت بتبني إمبراطوريتها الاقتصادية في السر، وأسست شركات صرافة كانت العمود الفقري في تمويل هيكل الجماعة وكيانها الاقتصادي. شركات الصرافة دي كانت الظهير المالي للجماعة، وكانت بتتاجر على المكشوف للدولار بجانب تشغيل فلوس الجماعة في شركات توظيف الأموال في بدايتها، سواء بملكيتها صراحة أو من تحت الترابيزة. وده كانت فترة الانتعاش الحقيقية لاقتصاد الإخوان المسلمين، واللي أسست عشرات الشركات في مصر وبره في كل قطاع. كانت شركات الصرافة أهمها لأنها كانت بمثابة الوسيط اللي بيتحكم في كل فلوس الجماعة، واللي سبب بعدين أنها استخدمت في تمويل العمليات الإرهابية الكبيرة وتدريب العناصر وشراء الأسلحة والذخيرة. ولما صدر قرار التحفظ على أملاك الإخوان، قدرت حجم الشركات بتاعتها ب 300 مليار جنيه، أساسها كانت تجارة العملة والدولار تحديدا. ومن الستينات لحد دلوقتي السوق السوداء خطورتها مش في ضرب سعر الصرف، لكن في كلها ملاذ آمن لمليارات الدولارات، واللي مصدرها خبيث وغير مشروع، كلها من تجارة العملة وغسل أموال وتمويل وتخريب وتدمير الاقتصاد. كانت معاكم هبة محمد. بانكير، نبض البنوك.